وشهر الخير وشهر الكرم. ادينا رسالة ليه قبل ما الختام. نكونش كل واحد في الشهر ده زي ما ربنا أكرمنا بكل الخير؟ ودايما هنلاقي ان في شهر رمضان في خير كتير قوي في البيت. الخير مش أكل وشرب، لا ده في بركة. ليه بقى ما نخليش البركة دي في نفوسنا احنا؟ ليه من اللحظة دي ما نقعدش ونعاتب نفسنا على كل حد احنا أذيناه ظلمناه، ونبدأ نراجع ونقول أنا النهاردة لو رفعت سماعة التليفون وقلت له إزيك كل سنة وإنت طيب وحشتني، إنت طبطبت على قلبه، إنت كنت السند الحقيقي. لو زميلك في الشغل وإنت حسيت إن هو أعلى منك رغم إن إنت اللي طلعته وقويته ودعمته وعملت كل ده عشانه، وهو النهاردة شايف منك القوة وشايف منك كده، ليه ما تكونش إنت همزة الوسط اللي تبدأ؟ افتح الباب مع كل الناس واعمل حساب للحظة نهاية تيجي، وما تكونش قدام ربنا رضيت ضميرك ورضيت قلبك وطبطبت وجبرت الخاطر، ده حسنتها بزيادة. اوعى تفكر انك لو نايمت حد زعلان كل شعيرة دموية بتتقطع جوه قلبه وتكون سبب في نهايته، دي انت ربنا بيحاسبك عليها. راجع نفسك وابدأ من جديد وخد خطوة وافتح الباب، افتح الباب لحوار، افتح الباب لعتاب، عاتب عشان تبقى صافي من جوه وتقدر تكمل بالخير. جبر الخواطر مش بس جبر الخواطر المادي، يعني دايما الناس تقول لبعض بتاكلوا احسن اكل بتشربوا احسن شرب ناقصكوا ايه عشان تقولوا كده، او تقولي انا عايشه لوحدي او تقولي كده. جبر الخاطر بالطبطبه، بالكلمه الحلوه، بالحنيه، بالصدقه، بانك تزرع جوه اولادك حب الناس القريب قبل القريب. يعني دايما الناس لازم تحب بعض، لازم تسامح بعض، لازم يكونوا سند ودعم لبعض، لازم يفرحوا لبعض. اتمنى اكون زيك لكن ما اتمناش زوال النعمه منك، بتفرق كتير اني دايما احب اشوفك محتاج مكسور عن اني اشوفك دايما داعم وحلو وابقى زيك. ناخد الناس اللي بنحبهم قدوه ونمشي جنبهم ونقول لهم بتعملوا ده ازاي، خلونا جنبكم، عايزه ابقى زيك، انت شاطر، انت نشط. الكلام بيفرق جدا وبيطلع من القلب، دايما الكلمه اللي بتطلع من القلب بتخش القلب جدا جدا جدا. دكتور اسلام نصر مفتقدينك جدا في الحلقه، ان شاء الله نشوفك على خير الحلقه الجايه وتكون معانا ومنورنا وملخص